الآن وحصريا. مرحبا يا ضيوفنا مرحبا بزاي عزمي ما تدري هما يا هلا بالليلهم قدنا عالي والغلالهم نشيل هلا بالحضور وفي لفكم فرحنا طب باسم ام عبد الله ترحيب قيفان على الهيل والكمود والعودة والاطيابي كرمه وظيفة من الضيف والعاني زايد فرح ام عبد الله في لفلاح باب يا حي الوجوه البيض والقسيمة عداني بحضوركم افخر مع جملة الاقرب يا اهل الوفا والطيب والعز والشان زادت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشم داركم والغلا زايد يا اهل الجود والنخوه والامجاد والثالث فوق عيوننا من زادكم والله الشان انتم اهل الطيب واهل العز واهل السلم متوالدين المكان طيسان الصلاه يا العزوه اللي ما راقب راقت للنجوم افعالكم دايم لكم بالجمال صيت وايضا علوم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سقم العدا في المواقف عوق كل الخصم انتم اهل الطلب في الهيا وفرسان ايه المجد يشهد لكم في كل ساعه ويوم مدون فيك صواريخ ودواوين وختامها مرحبا يا كل ضيف معازو باسم ام عبد الله حي كل ضيفانها مرحبا يا ضيوفنا ترحي بزايد عد ما تدري هما ليل المخيل يا هلا بالليلها وسط السويداء قدر عالي والغلا يوم نشيل هلا بالحضور وفي لفكم فرحنا طب باسم ام عبد الله ترحيب قيفان على الهيل والكمبود والعودة والاطيابي كرمه وظيفة من الضيف والعاني تزايد فرح ام عبد الله في لفلاح باب يا حي الوجوه البيض والقصيمة عداني بحضوركم افخر مع جملة الاقرب يا اهل الوفا والطيب والعز والشان زانت فرحتي بقدومكم والفرح يزداد يا من في الحشم داركم والغلا زايد يا اهل الجود والنخوه والامجاد والطالب فوق عيوننا من زالكم والله الشالد اهل الطيب واهل العز واهل السلم متوالدين المكان ما يسالك صلاه يا العز واهل ما راق ما رقت للنجوم افعالكم دايم لكم بالجمايل صيت وايضا علوم واهل الوفا تتبع خطوات جدانا سقم العدا في المواقف عوق كل الخصم وانتم اهل الطلب في الهيا والفرسان ايه المجد يشهد لكم في كل ساعه ويوم مدون في التواريخ ودواوين وختامها مرحبا يا كل ضيف معازو باسم ام عبد الله حي كل ضيفانها الخاصة جوال 05